مشفى الفارابي يقع في مدينة الباب، هو مشفى نسائية وأطفال يقدم الخدمات الولادات الطبيعية والولادات القيصرية لأكثر من 400 مستفيدة شهريا، بالإضافة إلى خدمات الأطفال من حواضن وجناح أطفال، إضافة إلى وجود محضر تحاليل طبية متخصص في المشفى. هاي الوقفة التضامنية اليوم أو الاحتياجية اليوم كانت بسبب حادثة إطلاق النار الأخيرة اللي صارت في المشفى. هالوقفة هاي للتأكيد على حماية الكوادر الطبية الموجودة في جميع المشافي وليس فقط مشفى الفارابي لاستمرار الخدمات الطبية في هذه المشافي.